هاي سوبر ماركت ايترز، ازيكم؟ النهارده انا هكلمكم عن حاجه ناس كتير تعرفها لكن مش كل الناس جربتها، او في الحقيقه في ناس بتخاف تجربها. اكلمكم عن بيض السمان. اتفرجوا على الفيديو ده. بالنسبه للكويل اجز او بيض السمان، في اسباب مختلفه بتخلي الناس مش مقبله ان هي تجربه. يعني مثلا في ناس بتقلق مثلا من الزفاره، يقول لك مثلا ده ممكن يبقى فيه نسبه زفاره عاليه، واحنا لا، احنا كفايه علينا قوي اللي هو البيض العادي، مش هنزود حاجه ما نعرفش هتعجبنا ولا لا. الحاجه الثانيه سعره، في ناس معتقده ان هو سعره غالي قوي. الحاجه الثالثه، في ناس بتقول احنا مش بنلاقيه، ان هو لا ده مش متوفر في السوبر ماركت. انا بقى قررت ان انا اشتريه واجربه واقول لكم بيتباع فين واقول لكم كل حاجه عنه. البراند دي اسمها الريف المصري، وسعرها 16.5 جنيه، والعلبة فيها 12 بيضة، يعني بحسبة بسيطة كده الواحدة تقريبا سعرها 1.40 جنيه. صلاحية البيض ده بتبقى 21 يوم من تاريخ الانتاج، ولو انه يعني لو جه البيت هيخلص على طول. رغم ان حجم بيض السمان صغير، الا انه بيحتوي على 3 اضعاف فوائد بيض الفراخ العادي، يعني مثلا في 5 اضعاف نسبة الحديد والبوتاسيوم، و 13% بروتين مقابل 11% لبيض الفراخ العادي، 3 اضعاف فيتامين B1 وضعفين فيتامين A و B2، كمان غني بالكالسيوم والبوتاسيوم وما بيسببش الحساسية، والكوليسترول اللي فيه صحي مش من النوع المضر، يعني من الاخر كنز. هو شكله كيوت وكل حاجة، بس هو محتاج يتغسل، ما تنسوش تغسلوه. لونه جميل قوي، مزركش وتحسه كأنه بورسلان من ملمسه. على فكرة قشرته صعبة قوي، يعني ناشفة على الرغم من هو صغير، ولازم تاخدوا بالكم كويس قوي وانتوا بتفتحوه علشان ما تبوظوش الصفار. مضحكة قوي وهي مقلية، انا قلت لازم اصورها وافرجكم شكلها. في السلق ما بتاخدش اكتر من 2 دقيقة، لازم تحسبوهم كويس. اول حاجة هتلاحظوها ان لون الصفار تقريبا 1:2، اما بالنسبة لنسبة الصفار لنسبة البياض فهي اكتر في بيض السمان عن بيض الفراخ العادي. خبراء التغذية بيقولوا ان الانتظام على اكل بيض السمان بيعالج قرحة المعدة واضطرابات الهضم، وبيقوي جهاز المناعة والذاكرة، ومفيد للناس اللي عندها انيميا عشان نسبة الحديد اللي فيه. بالنسبه لي ما حسيتش خالص ان في طعم زفاره، يعني انا بالعكس هو زيه زي البيض العادي، اقرب شويه لكونسبت البيض البلدي. يعني انتوا اللي عارفين الفرق ما بين الطعم ما بين البيض البلدي والبيض العادي هيفهم انا قصدي ايه، لكن اؤكد لكم ان ما فيش قلق خالص من حته الزفاره الزياده ولا الكلام ده خالص، بالعكس لذيذ جدا وصغنطوطي كده، عسوله صغننه. اعتقد الاطفال الصغيرين هيبقوا حابينه جدا، يعني اعتقد دي طريقه حلوه ان انتوا تشجعوا الاطفال الصغيره ان هي تاكل البيض،
خصوصا وان هو مغذي اكتر. قولولي في الكومنتس لو عجبكم الفيديو ولو انتوا فعلا ممكن تجربوا بيض السمان، وياريت لما تجربوه تكتبولي فعلا بالنسبه لكم طعمه عامل ازاي. لو حد جربه ما عجبوش يقول لنا، لو حد جربه وعجبه يقول لنا. ومتنسوش تعملوا شير للفيديو لو عجبكم، تعملوا سبسكرايب على يوتيوب، وفولو الاكونت بتاعنا على انستغرام اسمه سوبر ماركت ايت لو عايزين تشوفوا تجارب ومغامرات اكتر في السوبر ماركت. اشوفكم الفيديو الجاي، باي باي.